السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. اليوم يا أصدقائي نحن نتواجد على الطريق المدرية الجديدة الرابطة بين مدينة فانينصار ومدينة أزغنغان. هذا الطريق اللي غادي تفك العزلة على بزاف نتاع الدواوير نتاع هذه المنطقة، وغادي تخفف العبء على الطريق الرئيسية نتاع مدينة الناظور، لأن دابا هاد الطريق يمكننا نجيو منها ندوزو ديريكت بنينصار بلا ما ندوزو على مدينة الناظور. هاد الطريق هي كتمشى من مدينة بنينصار حتى لمدينة أزغنغان، وكتخرج عند الطريق الساحلية، يعني غتكون كتخرج على الطريق الساحلية جهة أفرا. الطريق تشيدت على طول 14 كيلومتر، وتشيدت مبالغة نتاع الميزانية نتاعها 226 مليون درهم اللي تصرفت على هذا الطريق. وهذا الطريق حلات فكرة العزلة على مناظر طبيعية خلابة، على مناظر نتاع جبال غوروغو، حيث كنلقاو الطبيعة جميلة جدا على جنابة هذا الطريق، كما أنه تظهر بعض الشلالات حينما تتساقط الأمطار على هذه المنطقة. كنلقاو شلالات رائعة كما غادي تلقاو في واحد الفيديو أسفل في الوصف، تلقاو فيديو نتاع الشلال اللي ظهر من تحت الأمطار الأخيرة، ظهر ذاك الشلال الجميل جدا. إذا أصدقائي، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، نترككم مع هذه المشاهد، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع جولة جديدة. مع السلامة. Mm-hmm.